مساء الخير يا دكاترة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض المحاضرة التانية في التوز ديفلوبمنت، وكده نبقى خلصنا التوز ديفلوبمنت. هو اكبر شابتر واهم شابتر عندنا الترم ده، فانا قدام كتير. المرة اللي فاتت كنا وقفنا عند البلي ستيج وخدنا الايرلي بلي ستيج، وقلنا ازاي بيبقى شكلها وايه الخلايا اللي بنشوفها في الايرلي ستيج وايه اللي بيحصل فيها، واتكلمنا عن حاجة اسمها الاندكشن. لو فاكرين ايه الاندكشن ده نفتكر مع بعض، لما قلنا انه الانر انامل الابيثيليوم الخلايا بتاعته بتغير وبيحصل لها تشينج اوف بولاريتي، والنيوكليوس مكانها بيتغير ويبقى اسمها بري اميلو بلاست، وبتعمل اندكشن للخلايا الاندفرنشيتد الموجودة في الدنتال بابيلا وتحولها لاودونتو بلاست في عملية اسمها اندكشن. النهارده هنتكلم عن هنا اللي هي الادفانسد بلي ستيج. هي اسمها بلي ستيج عشان اسمها علشان على شكل الجرز. وادفانسد ايه الفرق ما بين الادفانسد بلي ستيج والايرلي بلي ستيج؟ دي حاجه مهمه جدا ومحتاجين نعرفها. اول حاجه، امتى ابدا اقول ان انا دخلت في الادفانسد بلي ستيج مش في الايرلي؟ لما اشوف اول هارد تيشو اتكون عندي، واول هارد تيشو بيتكون عندي هو الدنتين. طب ليه يا دكتور الدنتين اول واحد بيتكون؟ لانه اول خلايا بتتكون هي الاودونتوبلاست زي ما شرحنا قبل كده. فاول ما ابدا اشوف دنتين اتكون على طول تبقى دي ادفانسد بلي ستيج. يبقى الفرق ما بين الايرلي بلي ستيج والليت بلي ستيج، اول فرق هو الهارد تيشو فورميشن، يتلخص في بدايه تكوين الدنتين. طب ايه اللي بيكون الدنتين؟ برافو، الخلايا اللي اسمها الاودونتوبلاست. الاودونتوبلاست دي اصلها ايه يا دكتور؟ كان اصلها undifferentiated mesenchymal cells، حصل لهم induction عن طريق البري اميلوبلاست اتحولوا لاودونتوبلاست، حطوا الدنتين. تمام، ايه تاني بيحصل؟ عندنا حاجه اسمها اللاترال دنتال لامنا، دي اللي كانت بتمسك الدنتال او الانامل اورجان بالدنتال لامنا. اللاترال دنتال لامنا بتتقطع، بيحصل لها بريك اب وبتتقطع لجزر كده بنسميها ابيثيليال ريستس اوف سيرس. اسمها ايه؟ ابيثيليال ريستس اوف سيرس. دي بقايا اللاترال دنتال لامنا. اللاترال دنتال لامنا بتتقطع وبتسيب شويه ابيثيليوم، خلايا من الابيثيليوم كده او جزر من الابيثيليال سيلز، بسميها ابيثيليال ريستس اوف سيرس. بعد كده بنتكلم على الاوتر انام الابيثيليوم، ايه اللي بيتغير فيه نتيجه يا دكاتره ان ابتدى يتكون عندي الدنتين؟ خلي بالكم، احنا كنا بنقول ان الابيثيليوم بتاعي او الدنتال اورجان بتاعي ده فاسكولار ولا افاسكولار، يعني في بلاد فيزلز ولا ما فيهوش؟ كنا قلنا انه افاسكولار، بما انه ابيثيليوم فهو افاسكولار ما فيهوش بلاد فيزلز. امال كان بيوصلوا نيوتريشن ازاي؟ عن طريق الكونكتيف تيشو. كان بيوصلوا النيوتريشن بتاعه عن طريق الانر انامل ابيثيليوم من تحت وعن طريق الاوتر انامل ابيثيليوم من فوق. اللي بيحصل هنا في الليت بلي ستيج او في الادفانسد بلي ستيج، ان اول ما الدنتين بيتكون، اول ما هارد تيشو بيتكون جوه كده عند الانر انامل ابيثيليوم، بيتقطع النيوتريشن اللي جاي من الجزئيه دي، وعلشان الاوتر انامل ابيثيليوم يعوض نقص النيوتريشن اللي حصل ده، فيبتدي يحصل له حاجتين. اول حاجه الخلايا يحصل لها فلاتنينج، بدل ما كانت كيوبويدال سيلز تبقى فلات سيلز. تاني حاجه يبتدي يحصل لها فولدنج. يعني ايه فولدنج؟ تبتدي تتنى كده، تتنى علشان تزود السيرفيس اريا اللي ملامس للكونكتيف تيشو بره، فيزود النيوتريشن اللي داخل، فيعوض النيوتريشن اللي كان داخل من عند الانر انامل ابيثيليوم، وتسد نتيجه الهارد تيشو فورميشن. يبقى الاوتر انامل ابيثيليوم بيحصل فيه ايه؟ نتيجه الفورميشن اوف دنتين، النيوتريشن اللي كان جاي من جوه من الدنتال بابيلا بيتقطع، بيبقى عندي بس النيوتريشن اللي جاي من الدنتال ساك. وعلشان ازود النيوتريشن ده، الخلايا بيحصل لها فلاتنينج، بتبقى ارفع، وبيحصل فولدنج للاوتر انامل ابيثيليوم علشان يزود السيرفيس اريا او السيرفيس اوف اكستشينج بتاع النيوتريشن. طيب بالنسبه للانر انامل ابيثيليوم، الانر انامل ابيثيليوم يا دكاتره في الستيب دي بيتحول للاميلوبلاست. ايه يا دكتور الاميلوبلاست؟ هايل، اي خلايا فيها مقطع بلاستد اتس ا فورمينج سيل، واميلوبلاست هي الخلايا اللي بتكون الانامل. طب انا كان عندي اصلا هنا ايه قبل الاميلوبلاست؟ كان عندي البري اميلوبلاست. البري اميلوبلاست دي عملت ايه؟ عملت الاندكشن، كونت عملت اندكشن او عملت تحفيز للاندفرنشيت ميزينكايمال سيلز، خلتها تكون اودونتوبلاست، والاودونتوبلاست دي كونت دنتين. الدنتين يا دكاتره بيرد الجميل للاميلوبلاست، للبري اميلوبلاست. الدنتين زي ما البري اميلوبلاست عملت مصلحه معاه وخلته يتحول، خلت الخلايا اللي ملهاش لازمه اللي هي الاندفرنشيت ميزينكايمال سيلز يبقى خلايا ليها لازمه وتبقى اودونتوبلاست، الاودونتوبلاست بتكون دنتين. الدنتين ده بيقول للبري اميلوبلاست لا، انت كمان لازم يبقى ليكي لازمه، بدل ما انت لسه بري اميلوبلاست انت هتبقي اميلوبلاست، ولما تبقي اميلوبلاست هتحط لنا الانامل. العمليتين دول بنسميهم اندكشن وريسيبروكال اندكشن، او بلغتنا الشعبيه بنقول عليهم
ايه الجميل ورد الجميل. الاندكشن ده اللي هو بيعمله البري اميلو بلاست في الاندفرنشيت ميزينكايمال سيلز عشان يحولها لاودونتو بلاست. طب الريسيبروكال اندكشن، الريسيبروكال اندكشن هي اللي بيعملها الدنتين في البري اميلو بلاست. خلي بالك يا دكتور، الريسيبروكال اندكشن مش اللي بيعملها الاودونتو بلاست، لا لو قلت لي الاودونتو بلاست يبقى غلط، اللي بيعملها هو الدنتين. علشان كده لما اشاور لك على خليه في الانر انامل ايبيثيليوم دول، لو في دنتين متكون اقول عليها اميلو بلاست. طب لو مفيش لسه دنتين متكون، لو انا لسه في الايرلي بيل ستيج اقول بري اميلو بلاست. طب لو انا في الليت بيل ستيج بس مشاور في حته لسه ما فيهاش دنتين، برضه بري اميلو بلاست. ما تبقاش اميلو بلاست غير لما يتكون دنتين علشان يعمل عمليه رد الجميل اللي هي الريسيبروكال اندكشن. طيب الاستيليت ريتيكولم ايه اللي بيحصل فيها؟ كل ما حجم السنه بيبتدي يتكون اكتر وبتكبر، كل ما الاستيليت ريتيكولم حجمها بيصغر علشان توفر مساحه وتوفر سبيس للسنه والانامل اللي بيتكون. فالاستيليت ريتيكولم بتاندرجو شرينكجز وشرينكج والبروسيس بتاعتها بتبقى اطول. الاستراتم انترميديم، نراجع كده ايه الاستراتم انترميديم. دول كانوا تو لايرز اوف فلات سيلز، والاستراتم انترميديم دول يا دكاتره كانوا بيعملوا ايه؟ ايوه برافو، بيطلعوا الالكالاين فوسفاتيز انزيم which is very important انزيم للمينراليزيشن بتاع الانامل. كمان هنا بيقول لك ان هم مسؤولين عن تنظيم الاكستشينج بتاع النيوتريشن، تنظيم الاكستشينج بتاع النيوتريشن، مسؤولين عن تنظيم الديفيوجن او دخول وخروج الاكل من والى الخلايا. وكمان بيقولوا انه الاستراتم انترميديم مع الاميلو بلاست هما الاثنين بياكت از ا فانكشنال يونت فور الانامل فورميشن. الجمله دي مهمه جدا ونحفظها، اكت از ا فانكشنال يونت فور انامل فورميشن. يعني ايه فانكشنال يونت؟ يعني اتحاد وظيفي، هما الاثنين مع بعض الاميلو بلاست والاستراتم انترميديم مسؤولين عن تكوين الانامل. واحنا فاهمين انه الاميلو بلاست بتكون الانامل ماتريكس والاستراتم انترميديم بتطلع الالكالاين فوسفاتيز انزيم اللي بيعمل مينراليزيشن للانامل ماتريكس فيتكون الانامل. علشان كده هما مع بعض الاستراتم انترميديم والاميلو بلاست اكت از ا فانكشنال يونت فور انامل فورميشن. تعالوا يا دكاتره مع بعضينا كده نراجع الفانكشنز اوف انامل اورجن. هنجيب واحد واحد من الخلايا اللي موجوده عندنا ونقول ايه الفانكشن بتاعتها. اول خلايا الاوتر انامل ايبيثيليوم. مين شاطر يفكر معايا ويقول لي الاوتر انامل ايبيثيليوم ايه الفانكشن بتاعته؟ اول فانكشن هي النيوتريشن. هايل، هي ان هي بتدخل نيوتريشن من الاوتر من الكونكتيف تيشو اللي حواليها او من الدنتال ساك لجوه. فاول حاجه اكتف ترانسبورت اوف نيوتريشن، اكتف ترانسبورت اوف نيوتريشن. طب ايه تاني؟ بما انها اوتر وموجوده بره بنقول ان هي بتاكت از بروتكتيف بارير، يعني بتحمي السنه بتاعتي، بروتكتيف بارير. دي الاوتر انامل ايبيثيليوم. اوتر انامل ايبيثيليوم ليها كام فانكشن؟ اتنين، اكتف ترانسبورت اوف نيوتريشن وبروتكتيف بارير. طيب الانر انامل ايبيثيليوم؟ لا بقى يا دكتور، الانر انامل ايبيثيليوم دول بيعمل حاجات كتير قوي. تعالوا ناخدهم واحده واحده مع بعض. اول واحده بيقول عليها حاجه اسمها اورجنايزنج. يعني ايه اورجنايزنج؟ عنده اورجنايزنج افكت عن طريق انه بعد ما بيبقى بري اميلو بلاست بيعرف يعمل اندكشن للاندفرنشيتد ميزينكايمال سيلز ويحولها لاودونتو بلاست. العمليه دي اسمها اورجنايزنج افكت، عنده اورجنايزنج افكت على الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيلز يحولها لاودونتو بلاست. طب بيعمل ايه تاني؟ مورفولوجي. بيقولوا ان الشكل اللي بياخده الانر انامل ايبيثيليوم هو اللي بيحدد الفيوتشر شيب اوف اميلو دنتينال جانكشن. ايه الاميلو دنتينال جانكشن؟ الاميلو دنتينال جانكشن هي اللي هي الدنتينو انامل جانكشن. الدنتينو انامل جانكشن شكلها بيتحدد عن طريق شكل الانر انامل ايبيثيليوم. فتاني فانكشن الانر انامل ايبيثيليوم انه مورفولوجيكالي بيحدد شكل الدنتينو انامل جانكشن او الاميلو دنتينال جانكشن. هايل. طب ايه كمان؟ تالت حاجه عندنا نيوتريشن. برضو احنا قلنا انه الغذاء بيطلع بيخش من الاوتر انامل ايبيثيليوم ومن الانر انامل ايبيثيليوم عن طريق الدنتال بابيلا او الكونكتيف تيشو. جميل. بيكون الانامل ماتريكس. مش قلنا انه الانر انامل ايبيثيليوم دي بعد ما تبقى اميلو بلاست وتعمل اندكشن يرجع الدنتين يعمل لها ريسيبروكال اندكشن ويحولها الاميلو بلاست، والاميلو بلاست اللي بتعمل الانامل ماتريكس، فهي بتكون الانامل ماتريكس قدام. ايه كمان؟ بتعمل لي حاجه اسمها ريديوسد انامل ايبيثيليوم، ودي خلايا بتغطي السنه بتاعتي عند الايربشن بعد الكومبليت فورميشن. ريديوس انامل ايبيثيليوم دول تو لايرز اوف ايبيثيليال سيلز كده بيبقوا مغطيين السيل بتاعتي افتر الايه الكومبليت فورميشن. كمان بيكونوا لي حاجه اسمها البرايمري انامل كيوتيكل، ودي بتبقى بروتينز بتطلع من ريديوس انامل ايبيثيليوم برضو بتبقى موجوده على السنه
افتر ايروبشن. واخر حاجه ليهم دور مهم جدا في الروت فورميشن، وهنتكلم قدام لما نشرح الروت فورميشن ازاي الانر انامل ابيثيليوم بيدخل في الروت فورميشن. نكمل مع بعض. الاستيليت ريتيكولم بتعمل ايه الاستيليت ريتيكولم؟ حد شاطر فاكر قلنا ايه المره اللي فاتت؟ ايوه، اكت از ا ستور هاوس، اكت از ا ستور هاوس فور نيوتريشن. طب ايه كمان؟ قلنا ان هي بتبروفايد سبيس او بتبروفايد روم علشان الانامل فورميشن. ايه كمان؟ احنا قلنا ان جواها فلويد، جواها ميه، علشان الجلايكوزا مايكو جلايكوزا ماينو جلايكانز او الجاكز اللي هي الهيدروفيليك، فبتاكت از ا كاشن علشان تحمي السنه بتاعتي. اكت از ا بافر، اكت از ا ستور هاوس، وات كيبس روم فور ذا ديفلوبنج انامل. ودول الثلاثه فانكشن بتوع الاستراتم الاستليت ريتيكولم. طب الاستراتم انترميديوم لسه قايلينهم ايه يا دكتور؟ اول حاجه ات كنترولز فلويد ديفيوجن، بتتحكم في دخول وخروج الفلويدز من والى الخلايا. ات كونتينز الكالايد فوسفاتيز انزيم المسؤول عن المينراليزيشن. واخر حاجه مع الاميلوبلاست اكت از ا فانكشنال يونت على الانامل فورميشن. اخر حاجه هنتكلم عنها هي السيرفايكال لوب. السيرفايكال لوب دي اللي هي قلنا ان هي التقاء الانر والاوتر انامل ابيثيليا مع بعض، وبيلعبوا دور مهم في ايه؟ في الروت فورميشن. جميل. اخر حاجه هنقولها في الجزئيه دي، احنا يهمنا نعرف ونراجع مع بعض التيشوز بتاعه السنه بتاعتي ايه اللي بيكونها. احنا عندنا قسمنا التو جيرمل ثلاث حاجات: دنتال اورجان، دنتال بابيلا، ودنتال ساك. عايزين نعرف الدنتال اورجان بيكون انه تيشو، الدنتال بابيلا بيكون انه تيشوز، والدنتال ساك بتكون انه تيشوز. الدنتال اورجان كلنا عارفين ان هي بتكون الانامل. الدنتال اورجان دي اللي هي فيها الانر انامل ايبيثيليوم اللي بيتحول لاميلوبلاست ويكون الانامل. علشان كده الانامل بنقول عليه انه ذا اونلي تيشو ذات از اكتوديرمال ان اوريجين، التيشو الوحيد اللي موجود في السنه بتاعتي واصله اكتوديرمال. فاكرين الاكتوديرم؟ الاكتوديرم ده اللي هو الايبيثيليوم، يعني الوحيد اللي اصله ايبيثيليوم، الوحيد اللي جاي من الدنتال اورجان هو الانامل. جميل. طب الدنتال بابيلا بتديني ايه؟ الدنتال بابيلا بتديني حاجتين، بتديني الدنتين علشان هي اللي فيها الاودونتوبلاست، وبتديني البلب اللي هو الكونيكتيف تيشو. الدنتال بابيلا بتديني ايه؟ من اسمها دنتال بابيلا، الدي دي الدي في الدنتين، والبي في البي في البلب. حلو. طيب الدنتال ساك، الدنتال ساك بتديني ثلاث حاجات، ايه هما؟ بما ان الدنتال ساك هي اللي بتحاوط الدنتال اورجان بتاعي، فهي اللي بتديني الحاجات اللي بتحاوط السنه بتاعتي. طب ايه الحاجات اللي بتحاوط السنه بتاعتي؟ سيمنتم، بيريدونتال ليجامنت، وبون. سيمنتم وبيريدونتال ليجامنت وبون. يبقى الدنتال اورجان بتديني الانامل، دنتال بابيلا بيديني الدنتين والبلب، والدنتال ساك بتديني السيمنتم والبيريدونتال ليجامنت والبون. اخر حاجه هنتكلم عنها في التوز ديفلوبمنت او تكوين السنه هو الروت فورميشن. بعد ما كونت الكراون بتاعي وخلص بقى، عايز اشوف تكوين الروت. اول حاجه محتاج اعرفها عن تكوين الروت انه تكوين الروت ما بيبداش غير بعد انتهاء تكوين الكراون، او بعد ما الدنتين والانامل يوصلوا للفيوتشر سيمنتو انامل جانكشن. يعني بعد ما الدنتين والانامل يتكونوا ويوصلوا لمكان التقاء الانامل مع السيمنتم، المكان اللي هيبقى قدام اسمه سيمنتو انامل جانكشن. زي ما قلنا امتى بيبدا الروت فورميشن؟ الروت فورميشن بيبدا وين ذا انامل اند دنتين فورميشن ريتشز ذا فيوتشر سيمنتو انامل جانكشن. يعني لما الانامل والدنتين بتاعي يوصلوا للجانكشن او لمكان الاتصال ما بين الكراون والروت، يعني افتر كومبليت روت فورميشن، سوري كومبليت كراون فورميشن. اول ما الكراون يخلص ويتكون كله ساعتها يبتدي تكوين الروت. طيب كان عندنا في الادفانسد بيل ستيج حاجه بنسميها السيرفايكال لوب، اللي هي بتتكون من انر واوتر انامل ابيثيليوم. اول ما الانامل والدنتين بيوصلوا لمكان السيمنتو انامل جانكشن يبتدي يحصل في السيرفايكال لوب دي بروليفريشن. الابيثيليال سيلز بتاع السيرفايكال لوب يبتدي يحصل لها بروليفريشن، تنقسم وتتكاثر كده وتديني حاجه مهمه جدا، تديني جزئين. جزء بسميه ابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج، اللي هو الجزء الفيرتيكال ده بسميه ابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج، وجزء هوريزونتال او اوبليك اللي هو ده بسميه ابيثيليال دايفرام. تاني، السيرفايكال لوب اللي هي بتتكون من انر واوتر انامل ابيثيليوم، اول ما الانامل والدنتين بيوصلوا للفيوتشر سيمنتو انامل جانكشن تبتدي يحصل لها بروليفريشن وتكون لي جزئين. جزء فيرتيكال بسميه ابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج، وجزء هوريزونتال او اوبليك بسميه الابيثيليال دايافرام. هما سواء الابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج او الابيثيليال دايافرام، هما الاثنين بيتكونوا من انر واوتر انامل ابيثيليوم، لان هما جايين نتيجه انقسام السيرفايكال لوب. هايل.
الابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج اتسمى كده لهذه الاسباب. اولا ابيثيليال لانه بيتكون من انر واوتر انامي الابيثيليا، روت شيث لانه حقيقه مش هو الروت، هو بس عباره عن مولد بيتصب جوه الروت، عشان كده هو بنسميه روت شيث يعني غشاء. روت شيث اوف هيرتويج، هيرتويج ده اسم العالم اللي اكتشفه، عشان كده بسميه ابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج. طب امال ايه الابيثيليال ديافرام ده؟ الابيثيليال ديافرام اللي هو بالعرض ده يا جماعه هو اللي مسؤول عن تكوين الابيكال فورامين، هو اللي بيقلل الويث بتاع الابيكال فورامين في حاجه اسمها البرايمري كلوجر لحد ما يقفل خالص في حاجه اسمها السكندري كلوجر. هايل. طيب ازاي بقى يا دكاتره الروت بتاعي بيتكون؟ واحده واحده كده مع بعض. الكراون بتاعي ايه التيشوز اللي موجوده فيه؟ الدنتين والانامل. جميل. طب الروت بتاعي ايه التيشوز اللي موجوده فيه؟ في دنتين؟ اه في دنتين. طب في انامل؟ لا مفيش انامل. امال في ايه؟ في سمنتوم. طيب يا دكتور هو الدنتين في الكراون كان بيتكون ازاي؟ تقول لي يا دكتور الدنتين كان بيتكون عن طريق ان البري اميلو بلاست بتعمل اندكشن للاندفرنشيت ميزنكايمال سيلز اللي موجوده في الدنتال بابيلا فتكون اودونتو بلاست فتحط لي دنتين. اقول لك ايه الشطاره دي؟ برافو عليك، ده نفس الكلام بالظبط اللي بيحصل في الروت. انا عندي انر انامل ابيثيليوم، عندي انر انامل ابيثيليوم اللي هو موجود في الابيثيليال روت شيت اوف هيرتويج، بيعمل نفس الكلام، بيعمل اندكشن للاندفرنشيت ميزنكايمال سيلز اللي موجوده في الدنتال بابيلا يحولها لاودونتو بلاست، والاودونتو بلاست تحط لي دنتين. هايل. جميل. طيب يا دكتور بعد كده كان ايه اللي بيحصل؟ تقول لي بعد كده كان بيحصل الريسيبروكال اندكشن، فالبري اميلو بلاست تتحول لاميلو بلاست وتكون لي انامل. طب احنا عايزين انامل هنا؟ لا مش عايزين انامل في الروت. طب نعمل ايه؟ احنا عايزين سمنتم. السمنتم جاي منين؟ خدنا من شويه ان السمنتم جاي من الدنتال ساك. طب حلو، دلوقتي يا دكاتره في الصوره اللي اتكونت قدامي دي، الدنتين، الصوره اللي قدامي اهي الدنتين اتكون، شايفين الدنتين اهو؟ ادي الدنتين بتاعي اتكون نتيجه انه الانر انامل ابيثيليوم عملت اندكشن للاندفرنشيت ميزنكايمال سيلز حولتها لاودونتو بلاست، والاودونتو بلاست حطيت لي الدنتين. الدنتين يا دكاتره عشان يعمل الريسيبروكال اندكشن بتاعه عايز يعمله المره دي على الدنتال ساك، وعلشان يحصل كده بيبتدي الابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج اللي كان موجود عندي اول ما الدنتين يتقطع يحصل، اول ما الدنتين يتكون يحصل له حاجه اسمها ديسنتجريشن او يتقطع زي ما احنا شايفين في الصوره كده. الفرق ما بين الصورتين ان هنا الابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج سليم، لكن هنا طبعا هنا سليم والدنتين لسه ما اتكونش، لكن في الصوره الثانيه اول ما الدنتين اتكون الابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج اتقطع وساب لي بقايا من الابيثيليوم اسمها ابيثيليال ريستس اوف ملاسي. احنا خدنا اتنين ابيثيليال ريستس، خدنا واحده لما اللاترال دنتال لامينا بتتقطع في الادفانسد بيل ستيج وسميتها ابيثيليال ريستس اوف سيرث، هنا لما الابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج بيتقطع بيسيب لي ريمننتس برضو بسميها ابيثيليال ريستس اوف ملاسي. اسمها ايه؟ ابيثيليال ريستس اوف ملاسي. ابيثيليال ريستس عشان هي بقايا ابيثيليوم، وملاسي ده اسم العالم اللي اكتشفها. جميل. لما الابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج يتقطع بعد تكوين الدنتين، الدنتين بيعمل الريسيبروكال اندكشن بتاعه على الاندفرانشيتد ميزنكايمال سيلز اللي موجوده في الدنتال ساك ويحولها لسيمنتو بلاست. يحولها لايه؟ لسيمنتو بلاست، والسيمنتو بلاست من اسمها هي اللي هتكون لي السيمنتوم. يبقى ازاي الدنتين ازاي الروت بتاعي بيتكون؟ الانر انامل ابيثيليال بتاعه الابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج بتعمل اندكشن للاندفرانشيتد ميزنكايمال سيلز اللي موجوده في الدنتال بابيلا تحولها لاودونتو بلاست تحط لي دنتين، الابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج يحصل له ديسنتجريشن، الاندفرانشيتد ميزنكايمال سيلز بتاعه الدنتال ساك تتحول لسيمنتو بلاست، السيمنتو بلاست تحط لي السيمنتوم. نراجع مع بعض الاستيج بسرعه. اول حاجه السيرفايكال لوب يحصل لها ايه؟ بروليفريشن، تكون لي ايه؟ هيرتويج ابيثيليال روت شيث او ابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج، ده اللي هو بيكون من ايه يا دكاتره؟ من انر واوتر انامل ابيثيليوم. الانر انامل ابيثيليوم يعمل ايه؟ يعمل اودونتو بلاستيك ديفرنشيشن، يخلي الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز تتحول لاودونتو بلاست، الاودونتو بلاست تحط لي دنتين، بعد تكوين الدنتين ديسنتجريشن اوف روت شيث. ومهم جدا 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 الوقت بتاع الديسنتجريشن، التقطيع لازم يبقى جاست افتر دنتين فورميشن، ما ينفعش يستنى كتير بعد ما الدنتين يتكون. لو فضل موجود هيحصل ايه؟ لو فضل موجود يا دكتور هيرجع يكون لي انامل تاني، لانه قلنا لو فضل موجود هتكمل بقى السايكل بتاعتي، والاودونتو بلاست دي تخلي الانر انامل ابيثيليوم او البري اميلو بلاست يتحول لاميلو بلاست ويحط انامل، وانا في الروت مش عايز الكلام ده، فلازم يتقطع اول ما الدنتين يتكون. طب افرض اتكون بدري، اتقطع بدري عن كده، اتقطع قبل تكوين الاودونتو بلاست او بعد تكوين الاودونتو بلاست بس قبل تكوين الدنتين،
كل ده بيعمل لي مشاكل، وهنعرف الحالات دي عندكم موجودة في الكتاب ممكن تبصوا عليها، لكن المهم جدا اني اعرف ان الوقت الصحيح هو جاست افتر الديسانفورميشن يحصل ديسنتجريشن للروت شيت اوف هيرتون. بعد الديسنتجريشن يتكون لي السيمنتو بلاست بتاعتي اللي هتحط السيمنتوم. الكلام اللي اتكلمنا عليه ده يا دكاتره ده اللي بيحصل في السنجل روت التيس. طب في المالتي روت التيس ولا حاجه. في المالتي روت التيس الروت ترانك بيتكون بنفس طريقه السنجل روت عادي، يعني الجزء اللي فوق ده اللي بنسميه الروت ترانك اللي هو الجزء اللي قبل ما الروت تتقسم بيتكون بنفس الطريقه عن طريق الابيسيدال روت شيت اوف هيرتوج ونفس الكلام. طيب لما نيجي بقى للفوركيشن، لما نيجي للفوركيشن اريا بيقول لك ات ذا باي فوركيشن اريا ذا ابيثيليال ديافرام برودوس 2 تو 3 تانج لايك بروسيسز ان كيس اوف 2 روتد اند 3 روتد تيس. يعني ايه؟ بيبتدي يا دكاتره الابيثيليال روت شيت اوف هيرتوج ده يطلع لي بروسيسز، بيطلع لي امتدادات تتحد مع بعض، بيطلع لي اثنين بروسيس لو هما 2 روتس وبيطلع لي 3 بروسيسز لو هما 3 روتس. البروسيس دي بتتحد مع بعضيهم تديني شكل الروتس زي ما احنا شايفين في الايه في الصور قدامنا، سواء في التو روتس في او في الثري روتس. اخر حاجه عندنا وهي حاجه مهمه جدا اللي هي الكلينيكال كونسيدريشن، حاجه اسمها اكسسوري روت كانال، فورميشن اوف اكسسوري روت كانال، يعني اتكون عندي روت كانال زياده عن اللي المفروض تبقى متكونه. طيب ايه الكوزز او ايه الاسباب اللي بتخلي الاكسسوري روت كانال دي تتكون؟ اول حاجه بيقول لي وين ذا هيرتويج ابيثيليال روت شيز لوسز اتس كونتينيوتي بيفور اودونتوبلاستيك ديفرنشيشن اند دنتين فورميشن. يعني ايه الكلام ده؟ فاكرين لما قلت لكم انه التايمنج بتاع تقطيع الابيثيليال روت شيت اوف هيرتوج مهم جدا؟ اهو يا دكتور، لو الابيثيليال روت شيت اوف هيرتوج اتقطع قبل ما يعمل اندكشن ويكون لي الاودونتوبلاست او ويكون لي الدنتين بتفضل حته مفتوحه، الحته المفتوحه دي يا دكاتره بيبقى اسمها اكسسوري روت كانال. ليه؟ لانه بما ان مفيش دنتين يتكون فمفيش سمنتم هيتكون، فالحته دي هتفضل مفتوحه، اتقطع قبل ما يعمل اندكشن فما عنديش حاجه خالص. ده اول سبب لاسباب الاكسسوري روت كانال. طب ايه تاني من الاسباب؟ فيلير اوف فيوجن اوف ذا تانج لايك بروسيس. احنا لسه قايلين انه في المالتي روت التيس الابيثيليال روت شيت اوف هيرتويج بيطلع تانج لايك بروسيس تتحد مع بعضيها فتكون لي الروتس. لو حصل فيلير اوف فيوجن ما بين الروتس دول او ما بين البروسيس دي يبتدي يحصل عندي اكسسوري روت كانال. ايه كمان؟ لارج بلاد فيزل. ساعات يا دكاتره يبتدي يجي لارج بلاد فيزل من الدنتال بابيلا او من الدنتال ساك ويتحشر في بيتحشر في حته معينه فيخلي الحته دي ما ينفعش يتكون فيها لا دنتين ولا سيمنتم وتفضل حته فاضيه ويبقى اسمها اكسسوري روت كانال. دي يا دكاتره صوره مميزه جدا في حاجه اسمها انامل بيرل. يعني ايه انامل بيرل؟ يعني حته انامل موجوده على الروت. ايه ده يا دكتور؟ يعني ايه حته انامل موجوده على الروت؟ هو دي حاجه طبيعيه؟ لا طبعا دي ابنورماليتي. طب ليه متكونه؟ متكونه نتيجه حاجه لسه قايلينها من شويه. الابيثيليال روت شيز بعد ما عمل اندكشن للاندفرشيد ميزنكايمال سيلز لحولها لاودونتوبلاست وحط الدنتين كان المفروض يتقطع، ما اتقطعش فضل موجود. فبدل ما الدنتين يعمل سيمنتو بلاست لا الدنتين خلى الانر انامل ابيثيليا متحول لاميلو بلاست وحط لي انامل زي اللي بيحصل في الكراون بالظبط، فعمل لي حاجه اسمها انامل بير. موجوده فين؟ موجوده في الروت. وايه الكوز بتاعها؟ لسه ايه قايلينه. عندنا حاجة اسمها كونكريسنس. كونكريسنس دي يعني انه الروت يا دكاترة بتاعت السنان اتحدت مع بعضيهم او لزقوا مع بعضيهم، ده اسمه كونكريسنس. شكرا لكم يا دكاترة، اتمنى تكونوا فهمتوا المحاضرة كويس وربنا معاكم كده وتذاكروا اول باول علشان مفيش حاجات تأخر معاكم.